أجرى وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو محادثات في طهران مع القيادة الإيرانية حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وآخر تطورات الأزمة السورية. والتقى أوغلو اليوم مع الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤكدا على أهمية تعاون طهران مع أنقرة لوضع حد للنزاع في سوريا. من جانبه أكد روحاني في اتصال هاتفي مع نظيره السوري بشار الأسد على وقوف وتضامن طهران مع دمشق في محاربة الإرهاب في سوريا. في سبيل تعزيز علاقاتها مع دول وقوى إقليمية فعالة، يجري وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو زيارات مكثفة في المنطقة والعالم، آخرها كان إلى العاصمة الإيرانية طهران للقاء رئيسها وإجراء مباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى. أوغلو يبحث في زياراته عن علاقات قوية مع طهران والقوى المؤثرة لربما تعيد لتركيا بعضا من هيبتها جراء ما يوصف بالنظرة الخاطئة لملفات المنطقة. هناك زيارات مكثفة بين تركيا وإيران، وتقتضي الضرورة الإقليمية أن يكون البلدان على تواصل وثيق لتبادل وجهات النظر عن قرب. وسيزور وزير الخارجية الإيراني تركيا في 17 من شهر ديسمبر، كما سيزور الرئيس الإيراني الدكتور روحاني تركيا في شهر كانون الثاني المقبل. وزير الخارجية الإيراني كشف عن اتفاق مشترك كان قد أبرمه مع نظيره التركي خلال المباحثات، اتفاق يساعد في حل الأزمة السورية سلميا ويسهم في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. نحن نتابع الوضع السوري وكان لدينا مباحثات إيجابية في هذا الموضوع. هنالك اتفاق كامل بيننا على عدة أمور. الأمر الأول أن حل الأزمة السورية ليس عسكريا، والأمر الثاني أن الضرورة تقتضي على كل من يستطيع أن يقدم الدعم للحل السياسي على الخيار العسكري في سوريا. ولأن إيران وتركيا دولتان مؤثرتان في المنطقة فإنهما تريدان بذل قصارى جهودهما لإنجاح هذا الأمر. الأمر الثالث فإن جميع مساعينا يجب أن تكون نحو إنهاء العنف وإيجاد هدنة، وحتى أن تكون هذه الهدنة قبل مؤتمر جنيف. الأمر الرابع هو العمل سويا لإيصال المساعدات إلى الشعب السوري الذي يعاني أوضاعا إنسانية صعبة. الوزيران أكدا في مؤتمر صحفي على الدور الإيراني التركي الهام الذي يمكن أن يلعبه الطرفان في حال دعمهما لموقف واحد. الأمر الذي يمهد للوصول لحل نهائي للأزمة السورية في ظل تقارب وجهات النظر وترجيحها الحل السياسي على العسكري. جهود حثيثة تبذلها الحكومة التركية في سبيل إيجاد تقارب مع طهران وبغداد بعد إخفاقاتها في سوريا، تقارب لعله يعيد أنقرة لانتهاج الخيار السلمي في حل الأزمة السورية. عباس نشاب، قناة الكوت، طهران.